مرحبا بكم إلى جولة جديدة مع أهم المواضيع التي تداولها رواد مواقع التواصل، وعلى رأسها جريمة مهرجان تعز الذي لا يزال هو المتصدر على تويتر. ونبدأ حلقتنا من تويتر. أبدأ بأول تغريدة لمحمد عبدالله الكميم الذي غرد عن الإساءة إلى الفنان محمد عضروش في يوم تكريمه الوطني. وصمة عار ستلاحق المخطط والممول والمنفذ من اليوم إلى يوم الدين. رجل بمكانة الفنان محمد عضروش في يوم الأغنية اليمنية وفي يوم تكريمه يعامل ويستقبل بالرصاص وبتخريب هذا التكريم المستحق بتعمد قبيح. أساء لتعز الثقافة والحرية والمحبة قبل أن يساء للفنان الكبير، وبدل أن يوضع هذا الرجل فوق الأكتاف معززاً مكرماً ويحتفل به كما يليق بتاريخه الفني وإسهاماته الوطنية، يتم إساءة استقباله بشكل غير لائق. أما حورية مشهور غردت عن دور الفنان محمد عضروش في إشعال حماس الجماهير لتتقد الثورة في ستينيات القرن الماضي ضد الاستعمار. غير مقبول على الإطلاق ما حصل في تعز في حفل تكريم الفنان محمد محسن عضروش الذي ألهب حماس الجماهير لتتقد الثورة في ستينيات القرن الماضي ضد الاستعمار، وتنوعت نغماته وأغانيه الوطنية والعاطفية وتوزعت على كل أرجاء الوطن، بل حتى على حواريه من الشيخ عثمان إلى جبل صبر، مترنما بالفول اللحجي والسبول والجهوش الأبيانية والبلس والقات التعزية وغيرها. مصطفى ناجي له تغريدة عن استخدام العنف في مثل هذه الفعاليات واصفا منفذيها بالمتطرفين. اللجوء إلى استخدام عنف لإيقاف فعالية أو الاعتراض على أن يكون طارق صالح هو متبنيها دليل خوف وجبن وليس دليل قوة. استخدام العنف في تجمع جماهيري يتم عن نفس مريضة لا تراعي دم ومستعدة لسحق مئات وعشرات لإرضاء ضرورها. استخدام العنف للتعبير عن الرفض السياسي نتيجة حتمية لأيديولوجيا تطرف. أما كامل الخوداني أشار إلى شرعية نائب رئيس الجمهورية وشرعية مجلس القيادة الرئاسية. متى يستوعب البعض أن طارق صالح نائب لرئيس الجمهورية وأن مجلس القيادة الرئاسي مش سلة طماط تأخذ منها اللي يعجبك واللي ما يعجبك ترجم به؟ وهل يعلم رئيس وأعضاء مجلس القيادة أن شرعية العضو من شرعية المجلس، وإن الصمت على تمزيق صور عضو في منطقة معينة شرعنة لتمزيق صورهم في مناطق أخرى؟ وعن الانهيار الاقتصادي في ظل صمت الحكومة الشرعية غرد سيف الحاضري. الوضع الاقتصادي على وشك الانهيار، الدولار مقابل الريال يقارب 1400 ولا أحد يكترث. رئيس مجلس القيادة غادر حضرموت متوجها إلى ألمانيا لقضاء إجازة بعد عناء مشقة زيارته إلى حضرموت. الزبيدي مشغول بزيارته لعواصم أوروبية لإقناعهم بأن انفصال الجنوب على يد الانتقالية يمثل مكسبا كبيرا للمجتمع الدولي، مبديا استعداده لدفع ثمن التأييد من نفط الجنوب. وهذه تغريدة لإبراهيم الكبسي عن الولاية الحقيقية التي تدعيها جماعة الحوثي الإرهابية. الولاية لمن يصرف مرتبات الموظفين ويفتح الطرقات للمسافرين ويخفض الأسعار للمواطنين ويوفر الخدمات الحكومية للشعب أجمعين ويحاسب ويعاقب الفاسدين والظالمين ويطلق سراح المختطفين. الولاية لمن يأتي للحكم عبر الصندوق، فأمر المسلمين شورى بينهم، هي تفضلوا تنافسوا على الولاية لو كنتم صادقين. وعن جريمة بشعة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في حرف سفيان بمحافظة عمران بحق 16 مختطف، غرد يوسف القحمي. العثور على 16 مختطف من أبناء مديرية حرف سفيان اختطفتهم ميليشيا الحوثي في العام 2010، عثر عليهم هياكل عظمية مربوطة اليدين في أحد الكهوف في حرف سفيان مبني على بوابته بالحجارة والطين، واكتشفه الأهالي بعد 13 عاما من الجريمة. أيضا وعن هذه الجريمة يقول نايف عيض العماد:
تتصاعد جرائم الحوثي الإرهابية يوماً بعد يوم، وكل حادثة تتجاوز في فظاعتها الحادثة السابقة. فعلاً عصابات إرهابية لا تعيش إلا في مستنقع الإجرام. ففي مديرية حرب سفيان بمحافظة عمران تم العثور على 16 شخصاً كانوا قد اختطفوا عام 2010 من قبل ميليشيا الحوثي، وكانت جثثهم مربوطة اليدين. وبالعودة إلى جريمة مهرجان تعز العيدية السادس، غرد بشير الحارثي متحدثاً عن إرهاب الناس بهذا الشكل الفظيع: أنت لست وصياً على أحد، وليس من حقك أن تحدد للجمهور لمن يهتف وبمن يحتفي. إطلاق الرصاص وإرهاب الناس في حفل تكريم الفنان القدير عطروش عمل أرعن وأحمق، ويجب على السلطات محاسبة من قاموا بذلك. شكراً للقائمين على المهرجان الذين تجاهلوا الرصاص وأكملوا التكريم دون أن يلتفتوا للحمقى والمعتوهين. أخيراً من تويتر، يتحدث سمير رشاد اليوسفي في تغريدته عن ما قامت به هذه العناصر المسلحة في مهرجان تعز وإرهاب النساء والأطفال: إطلاق النار عشوائياً على جماهير حاشدة من المواطنين الأبرياء بينهم نساء وأطفال في ختام احتفالية عيدية عامة تم الإعلان عنها مسبقاً والترتيب لها مع الجهات الأمنية وإقامتها بسلام في ملعب يتسع لقرابة 10,000 مواطن للثلاث أيام متتالية، هو ما يستدعي الإدانة والاستنكار واستنفار الدولة من الرئيس العليمي إلى مدير أمن تعز للقبض على الجناه والتحقيق معهم ومعرفة من يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم العادل. إلى فقرة واي ترند وأهم المواضيع العربية والعالمية. منذ قرابة 9 سنوات يعيش اليمنيون أسوأ أيامهم في ظل الحرب والظروف المعيشية التي يعاني منها الملايين. شاب يمني لخص واقع اليمنيين في هذا الفيديو الذي انتشر على المنصات الرقمية. يسأله المذيع عن أجواء العيد، فيرد الشاب بعفوية مكلومة قائلا: نبكي لحظات وبعدها نضحك، خاف والله فينا. أجواء العيد نحاول نحن نستخلص الفنحة من داخلنا، نحاول نحن نخلق فنحة من العدم بأي شكل من الأشكال، نحاول نضحك، نغم الوجع، نغم الأسى، نغم أحيانا أيام العيد تلاقي قذائف هنا وقذائف هناك، نبكي لحظات بعدين نقع نضحك عشان نعيش اللي جنبنا بس ونمشي الأمن. نغم حتى الوضع النفسي، الوضع المادي، التشتت الذهني، فقداننا الأحباء، ونغم كذا نحن نحاول نعظم شعائر الله ونعيش الحياة. نغم كل شيء يحصل. رسالة تحب تقولها لليمنيين؟ حاولوا أنكم تتوحدوا، تعبنا 11 سنة خلاص خلاص والله تعبنا. يعني أنا كنفسي أنا معشوش حياتي والله ما أعيش، خاف الله فينا. يعني أنا الآن أمثل عشرات الملايين من اليمنيين، كل واحد مننا فقط شخص عزيز عليهم، ونغم كذا نحن نحاول نضحك، نخلي الابتسامة من داخل. يتأثر الكثيرون بأداء مناسك الحج والأجواء الروحانية يوم عيد الأضحى أثناء خطبتي وصلاة العيد. من المقاطع التي انتشرت على منصات التواصل مقطع مصور لألمانيون يشيرون إسلامهم أمام حشد من الناس في أول أيام العيد بمدينة لايبزغ في ألمانيا. Wollt ihr den Islam aus Überzeugung annehmen? Ashhadu. Ashhadu. La. Ashhadu. La. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. محمداً رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وهذه ردة فعل مؤثرة لحاج انتهى من أداء مناسك الحج، فقد تداول نشطاء على المنصات الرقمية مقطع فيديو يظهر هذا الشاب وهو يشهش بالبكاء. يسأله المذيع: هل انتهيت؟ فلم يستطيع الرد متأثرا بأداء مناسك الحج برفقة والدته في اللحظات الأخيرة لمغادرة مكة المكرمة. الله، السلام عليكم. خلاص الوداع. الوداع ان شاء الله لنا لقاء سنوات قادمه. ايش شعوركم لو انت تودعوا مكه؟ تعال تعال تعال، لا تبكي لا تبكي. لا لا لا، ليش 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 تبكي؟ هذه دمعه حلوه هذه يا حبيبي. ايش بك ايش بك؟ تبغى ترجع؟ انت حترجع كل مره، ربنا يحب اللي زيك. حبيبي حبيبي يا حبيبي يا شيخ، الله يحييكم والله يحبكم. ماني باكم تمشوا يا اخي. يا اخي ايش بك؟ الله يجبر خاطرك ويسعد قلبك. الحمد لله يا حبيبي يا حبيبي. الحمد لله. ايش بك؟ والله ما بعرف. مبسوط؟ الله الحمد لله. جبت امي. جبت امك كمان؟ الحمد لله. قلقت الحسنات على الحجاج. ان شاء الله السنه الجايه بشوف ابوك. يا رب يا رب، والسنه الجايه اقابلك انت وابوك. تدري فين؟ عند الجمرات، نضرب الشيطان سوا. بعد مقتل شاب من أصول جزائرية في فرنسا تستمر الاحتجاجات، حيث أحرق المتظاهرون السيارات في الشوارع واقتحموا المتاجر وقاموا بعمليات سرقة واسعة من المحلات في الشوارع العامة، كما يظهر في هذا الفيديو الذي نشاهد معا مقاطع وهم ينهبون المحلات التجارية. أقيم لعمدة مكسيكي حفل الزفاف بمناسبة زواجه من أنثى تمساح، وناشد زعيم السكان الأصليين في المنطقة أن يختم حفله الزفاف بقبلة تعود طقوس الزواج هذه في بلدة سان بيدرو إلى قرون ما قبل العصر الأسباني بين مجتمعات سكان ولاية أوكساكا الأصلية شونتال وهواف، وتعد مثل الصلاة التي تدعو إلى فضل الطبيعة. يعتقد أهل البلدة أن التمساح البالغة من العمر 7 سنوات والتي يشار إليها باسم أميرة صغيرة تمثل الأرض الأمة، وزواجها من الزعيم المحلي يرمز إلى ارتباط البشر بالمقدس. بالنسبة لنا أنثى التمساح مهمة لأنها الملكة الأميرة التي تأتي لتجلب لنا الماء وحصادا جيدا وأمطارا حتى يرسل لنا الإله الطعام والسمك والذرة. نلتقي يوم غد في جولة جديدة على نفس الموعد، حتى ذلكم الحين في أمان الله.